الآب والابن والروح القدس. آمين. عنا مقطع إنجيلي لربيعي عن حدث في شياطين مثل ما أشياء كثيرة في الكتاب المقدس ربنا بيكشف عن وجود الشياطين. ناس كثير ما بتآمن يمكن إنه في شياطين، ناس كثير يمكن بتجاهلوا وجودهم بتجاهلوا تجاربهم، ولكن ربنا عم قصد بالكتاب المقدس كان عم بيذكر عمل الشياطين بوضوح. كان عم بيذكر عمل الشياطين. إنسان نحن بهالعالم نحن موجودين بحرب، هالحرب ما بحس فيها إلا الإنسان اللي عم بيحارب مثل أي شيء بهالعالم كله. الإنسان اللي بيحارب راسه بيعرف إنه في حرب، اللي هو بيتجنن للحرب بيعرف إنه في أعداء قدامه، اللي ما بيتجنن رح هو يكون مخبى ببيته ما رح يحس بوجود أعداء، ما رح يحس بوجود في قوى خفية عند الحياة للإنسان. فإذا الإنسان اللي بيتجنن الحرب بروح إلى المعركة هو رح يصادر أعداء. هيك إحنا مثل ما بيصير على الأرض بالحروب على الأرض، هيك كمان بيصير بالحرب الروحية. الإنسان اللي بيتجنن المسيح، اللي بيتجنن حقيقة للمسيح، يحط هدف قدامه إنه يوصل إنه ينتصر بهالحياة اللي نحن فيها، يعرف إنه هو رح يدخل في معركة، رح يدخل في حرب حقيقية. فالحرب دي مثل ما بيقول الكتاب المقدس هي حرب ضد قوى وأعداء وسلاطين غير منظورين. هن اللي نحن نسميهم الشياطين. إلا إذا بنعرف إنه الشيطان هو الله ما خلق الشيطان، إنه الإنسان الله ما خلق الشرير، الله ما بيخلق شيء شر، الله ما بيخلق شيء مال، ما بيخلق شيء في 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 عداوتنا. ربنا ما بيخلق إلا الخير. مشان هيك بنشوف بالكتاب المقدس إنه الله لما خلق الخليقة كلها بيقول بكل شيء كان عم خلقه الله، كان عم بيقول وراء الله أن هذا حسن، أن كل شيء هو حسن، هو حسن، هو جميل، هو مبارك، هو خير. هيك ربنا بيعطي. ولكن دائما ربنا ما بيخلق شيء يكون عبيد مثل ما الانسان بيتعاطى بالكون. نحن دائما بنتعاطى مع الاخرين، خصوصا اذا كنا دنيويا عالميا مش كنا احسن منهم، نتعامل معهم كانهم عبيد عن هيك الانسان على الارض. ولكن لو الانسان بيعرف قوه الله، بيعرف عمل الله، كيف الله خلق الانسان حر، تحتين يكون حقيقة المسابة. ربنا خلق الإنسان حر، وهذه أهم صفة بصورة الله. إذا الإنسان يبطل حرب يبطل على صورة الله، يكون الله نقض عمل يديه. فإذا مثل ما الإنسان صار قبل ما يسقط الإنسان صارت الملائكة كمان، الملائكة اللي الله خلقهم ليكونوا قدام للمجد الإلهي مسبحين الله خلقهم أحرار. وسقطوا بعض من الملائكة اللي شافوا حالهم إنه هن عندهم القوة وعندهم السلطة، تكبروا. كانوا أكبرياء دائما، هم عندهم كل صوت، كل سقطة في سقطة الإنسان. بس ندور على السبب الخفي يكون في كبرياء داخل الإنسان. الكبرياء هو عندهم كل صوت. هيك سقطوا ملائكة من السماء، سقطوا وصاروا بدل ما يكونوا هن قدام للمجد الإلهي، صاروا هن يحاربوا كل إنسان وكل هالخليقة وكل حدا بيكون عم يسبح أو عم يسعى إلى تنجيل الله. هيك إذا سقطوا الملائكة وصاروا شياطين. مشان هيك الشياطين عندهم قوة كمان، عندهم سلطة وقوة، ولكن كلها مقيدة بتدبير الله. ربنا أكيد بدنا نعرف إنه لو الله بيترك الشيطان هو يعمل كل شيء بده إياه ما كان بقى حدا بهالخليقة. الشر الموجود بالشياطين شيء مخيف لا يحتمل، الشر الموجود عنده. ولكن ربنا بحكمته برحمته ومحبته
يستخدم تجارب الشياطين وشرق الشياطين حتى يوقظ الإنسان، حتى يفيق الإنسان على نفسه، تيفيقه الإنسان دغري بيخفى وبيستسلم للعالم، لشهوات العالم، لمجد العالم، لكل شيء موجود في العالم. ولكن ربنا من خلال التجارب هو بيسعى يفيقنا إلا الإنسان في من الاستسلام هيدا وهي على حالك إنه أنت مانع كل شيء في العالم، أنت مانع قادر تحفظ أنت نفسك، مانع قادر أنت تسيطر على نفسك. ربنا كل إنسان بيسمع بتجارب معينة هي بتفيده وبتناسبه بخلاص. مشان هيك بنشوف تجارب مختلفة وعديدة في العالم، ربنا بيعرف كل واحد شو التجربة المناسبة له. فإذا دائما الشياطين هي موجودة تتأذي، تبعد الإنسان عن خلاص نفسه. ولكن ربنا انتبه، ربنا ما بيسمع أن يصير شر للإنسان إلا لخلاص للإنسان، إلا لخلاص. مشان هيك صرنا نحن نوع بتجارب، نوع بتجارب معينة للشياطين. أول شغلة الإنسان بدأ يلوم الله إنه نرجع لنفسنا ونتوب قدام الله. الإنسان اللي بيتوب بيكون عم بيقطع التجربة، بيكون عم بيدغري عم بينتصر على الشيطان. نحن ساعتها بنتوب بنكون عم ننتصر بالله، بينتصر بالرب، هو قادر يدحر الشياطين. فإذا في هالتجارب موجودة، تجارب الشياطين، تجارب هي كلها تحتان نحن نوعا على نفسنا، كلها نرجع للرب لنعرف ضعفنا، لنعرف الإنسان ضعفه، فيعرف أهوائه، فيعرف كبرياءه، تحتان يسعى أن يخلص منه. ولكن دائما ترجع للإنسان. بنشوف معي هالمقطع الجيد لما ربنا شفى هالمجنون، اجوا أهل المدينة اللي هن موجود هونيك عندهم، بدل ما يتوبوا أهل المدينة لما شافوا هالعجيبة وخافوا وطلبوا من المسيح إنه يبعد عن مدينتهم. الإنسان صار يشوف عجيبة من الغيبة على أن يتوب ويرجع لنفسه. ولكن بنشوف إنه في ناس هي بتطرد المسيح منهم، بتلوم المسيح، بتدين المسيح، تطلبوا منها بدل ما هن يتوبوا. هذا الجماعة هون أهل المدينة اللي هم كانوا عم بيرعوا خنازير، ونعرف إن الشريعة اليهودية ممنوع، كانت محرم الخنازير محرم. مشان هيك بنشوف إنه هن كانوا عم يخالفوا وصايا ربهم. الإنسان بدل ما يرجع بشوف حاله مقبل الوصايا، لا مصر كانوا مصرين هن على الشيء اللي هن عم يعملوه وطردوا المسيح. فإذا نحن علينا أن نعرف، نحارب من الغيرة، نحارب من الشياطين. ولكن الإنسان لا يخاف من الشيطان. الإنسان اللي بيخاف من الشيطان بيقضى علينا إذا نحن خفنا منه. ولكن الإنسان اللي يسلح الإيمان، اللي عنده الإيمان الكافي، عنده الإيمان الحقيقي، اللي هو عنده إيمان بالرب مظبوط، منه إيمان هيك شكل إيمان بس بالعقل، إيمان هو عم بجاهد تحت إيمان بالإيمان الإنسان، هذا الإنسان اللي بيقدر ينتصر على الشياطين، ينتصر على الحياة. شوفوا قديش هلا الشياطين، إذا بتعرفوا إذا عم تسمعوا قديش في ناس عم تلبس الشياطين، عم تسكن فيها، قديش في ناس عم بيأثروا عليها بس مش عم يسكنوا بداخلهم، على الأقل عم بيأثروا عليهم من الخارج. في كتير حالات عم تزداد كتير بهالعالم، عم تزداد كتير الشيء اللي عم بيعملوه الشياطين. ليش؟ الناس هي عم تخضع له، الناس هن اللي عم بيسمعوا للشيطان. الشيطان ما بيقدر يأثر على الإنسان إلا إذا هو الإنسان سمح له أن يدخل فيه أو يأثر عليه، أو إذا ربنا سمع، أو ربنا بيسمع إذا كان الإنسان صار بعده عن الله، صار عظيم كبير. بصير في تجارب، ما بقى تجارب بسيطة أو تجارب هيك طبيعية، خلينا نقول قادرة تفيقوا للإنسان، قادرة تردوا على الدولة. عشان هيك ربنا بعد بيسمع تجارب شيطانية. وإذا بتسمعوا الناس اللي بتعرضوا لتجارب شيطانية، إذا بتشوفوا الألم
والعذاب اللي بيعذبوه هو هاد بيكون عذاب هاد بيكون هيدي موجودة موجودة بتطلع موجودة بتطلع عم تتكاثر أكثر يا معانا لأن الإنسان اللي كل ما كثرت الخطية يا معانا رح تكثر عمل الشيطان رح يقوى أكثر مشان هيك رح نوصل للآخر مثل ما قلنا الكتاب المقدس إنه بالآخر إن الشيطان هو رح يسيطر كليا على هذا الزمان رح يسيطر كليا على الزمان هيدي رح يسيطر على الإنسان كل ما الإنسان دخل الشر كل ما النعمة الإلهية عم تتخلى عن الإنسان هذا الإنسان عم يستشعر تدريجيا بحتين نوصل اليوم الأخير الأيام الأخيرة لما رح يجي المسيح الدجال اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس ضد المسيح اللي هو رح يسيطر كليا بالمعنى ولكن أكيد رح يسيطر لأن الإنسان هو بده هو صار بده الشر الإنسان هو بده الله بحياته هيك نحن ما فينا نتخلص من هذا الجانب ما فينا نتخلص منه إلا بتوبة الإنسان ربنا إذا بتشوف الكتاب المقدس بس الإنسان يتوب كان يرجع ياخذ كل نعمه مثل ابن الشاطر ابن الضال موجود بالجين لما رجع بتوبة بعد ما بدأ تسوي نعم يا مكان رب كان بي معطية رجع بي مقدسة كل الثور الملوكي فإذا ما في عندنا خيار يا عم ما في عندنا خيار إذا الإنسان بده يخرج بده يبدد ويتحرر من تجارب الشياطين أول شغلة إنه يعترف بالخطايا الشياطين تبعوا عن الإنسان اللي عنده خطايا وإذا تسكن فيها الإنسان اللي عنده خطايا ما عم تعترف فيها ما عم يعترف فيها الاعتراف عندنا بالكنيسة هو شغلة أساسية حتى يقدر الإنسان يتحرر يخليا من أي سلطة شيطان من أي ضغط شيطان أي تأثير شيطان الاعتراف اعتراف أمام الكاهن في الكنيسة هي شغلة أساسية ما بيقدر الإنسان ما بيقدر إطلاقا كل إنسان ممكن يتأثر ممكن يتعرض لتأثير إن كان قوي ولا ضعيف كان مباشر ولا غير مباشر الإنسان بس يعترف بخطاياه يتوبي أكيد يتوبي هذا بيقدر يبعد كل تأثيرات الشياطين وكل قوة الشياطين عن بدء اعتراف صادق بدء توبة صادقة وهيك الإنسان بيقدر بالمعنى ينتصر على الشياطين الشياطين رح تقوى على الناس لأنه هن بدل التشميم هن عم يلمسوا بكل شهوات العالم شوفوا الشر الموجود شوفوا كيف عم يشرعوا الخطيئة عم يشرعوا كل شيء كان يعتبر هو شرس ومؤذي للإنسان هلا العالم عم يشرع العالم عم ينقلب من جديد إلى عالم وسم وهيك رح يصير عالم ملحد كلياته في الأيام الأخيرة رح يبقوا بقية أقلية صغيرة اللي هن رح يبقوا آمنين للمسيح الحقيقي نحن أوقات بدنا نمشي على الكنيسة ونتناول ولكن اللي خلص يكون في إلحاد بس ما بكون عندنا طاعة ما يكون عندنا طاعة للكنيسة طاعة للإيمان بس ما يكون عندنا توبة حقيقية الإنسان بداخله رح يكون ملحد حتى لو كان هو ما بيعرف شيء لو كان بيصلي بيعتبر حاله عم يصلي ولكن صلاته هي بدها تكون لله الحقيقي بدها تكون في استقامة بعبادتها لله أو بتكون لأوسان نحن اخترعناهم نحن عم نحبهم بعقلنا وبداخلنا عم نسجد لله مشان هيك علينا أن ندفع هيك الكنيسة بإيماننا بحياتنا بقديسينا بكل شيء بتعلمنا إياه كل شيء الكنيسة كل قوانين بتفرض علينا هيك الإنسان هيك يكون ماشي باستقامة حقيقية هيك الإنسان بيقدر يغلب كل حيلة الشيطان الشيطان لا ينهزم إلا بتوبة الإنسان إلا بتواضع الإنسان إلا بأن الإنسان يعرف ضعفه يلجأ إلى الرب يلجأ له بالاعتراف والتوبة هيك بينهزم الشيطان الشياطين موجودة وهي عم تشتغل بكل إنسان تبعها ما حدا يفكر حاله إنه ممكن هو إنه نحن ننجم من حيلة الشياطين إلا إذا سلكنا بهالأمانة المطلقة بالإيمان والحياة في الرب في الحياة بالكراسي بالطاعة والخضوع